مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ليالي الصيف. اليوم هو يوم غير اعتيادي عاشه كل بيت بحريني، هو اليوم الأول للعودة الحضورية للمدارس الحكومية بعد حوالي عامين ونصف من الدراسة جراء الجائحة. طبعا شعور كبير بالحماس والفرح من الطلبة وأيضا أولياء أمورهم اللي توافدوا بشكل كثيف على مختلف مدارس مملكة البحرين، وجهود جبارة قدمتها وزارة التربية والتعليم مشكورة لإنجاح هذا اليوم المهم واللي بكل تأكيد بيرسخ في ذاكرة عيالنا الطلبة. شلون كانت أجواء اليوم الأول من العودة الحضورية؟ بنتابع مع بعض في هذا التقرير. بعد حوالي ثلاثة أعوام من انقطاع أبنائنا الطلبة عن الحضور لصفوفهم الدراسية وخلو ممرات المدارس من ضحكاتهم وأصواتهم، عادت الحياة صباح اليوم لمدارس البحرين الحكومية، حيث انتظم 147 ألف طالب وطالبة في أكثر من 200 مدرسة حكومية، وذلك بتنظيم وتهيئة من قبل وزارة التربية والتعليم. ومنذ ساعات الصباح الأولى توافد طلبة وطالبات المدارس الحكومية على مدارسهم في روح يدفعها الشغف والحماس بالعودة لمقاعد الدراسة والمشاركة الطلابية وروح التعليم المدرسي الذي أبعدتهم عنه جائحة كورونا. وتأتي استعدادات الوزارة بشكل غير مسبوق سواء من الناحية الأكاديمية أو اللوجستية لتهيئة بيئة تعليمية صحية مؤثرة بشكل إيجابي على جودة المخرجات. ويأتي هذا اليوم بعد سلسلة من الأيام التعريفية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور الطلبة للرد على استفساراتهم واستلام الملف الخاص بأبنائهم الطلبة في خطوة هامة تعزز من التنظيم والتهيئة لأول يوم دراسي. عام دراسي مليء بالإنجازات والنجاحات نتمناه لأبنائنا الطلبة وكذلك الكادر التعليمي المتمكن، وهم ركيزة من ركائز المسيرة التعليمية العريقة لمملكتنا الغالية. أجواء جميلة اشتقنا لرؤيتها، واضح الاندفاع والحماس على وجوه أولادنا وبناتنا الطلبة، والله لا يحرمنا من هذه النعمة. أكيد هذه المشاهد الجميلة اللي شفناها لها تحضيرات وتفاصيل أكثر، كل ولي أمر يهمه يتعرف عليها. ضيوفنا لهذه الحلقة في البداية نرحب بالدكتور علي زهير مدير إدارة العمليات التعليمية بالمنطقة الأولى. نرحب فيك اليوم. يا هلا يا هلا أخ حمد. دكتور شلونك؟ مساء الخير ومساء الخير على مملكتنا الحبيبة. اليوم بداية، الحمد لله، بداية تاريخية. بداية تاريخية. نعم الحمد لله. وأيضا أكيد الأستاذ ياسر إبراهيم علي مدير مدرسة الهداية الخليفية، نرحب فيك اليوم أستاذ. أهلا وسهلا فيكم ومساء الخير، أسعد الله مساءكم كل خير. نبي نتكلم عن هاليوم التاريخي في البداية. مثل ما ذكرت أنا في المقدمة، يعني راح تنرسخ هذه البداية في كل ذاكرة أولياء الأمور والطلبة. نعم. الوقفة اللي وقفناها لمدة عامين، ويعني أكيد كانت الدراسة عن طريق الأونلاين، ولكن الحين العودة للمدارس، شعوركم في البداية؟ شعور أخ حمد صراحة شعور يعني لا يوصف. الحمد لله رب العالمين، عادت الحياة الطبيعية لمدرستنا الحبيبة، عادت الحياة إلى مدارسنا، كانت أجواء سعيدة، أجواء جميلة، الابتسامة على وجوه الجميع، وأنا يعني متجه إلى العمل وجدت الابتسامة والضحكة في على الأطفال اللي ينتظرون الحافلات، فالحمد لله رب العالمين. نعم. يعني شعور لا يوصف لا يوصف صح. شلون شفت يمكن يعني ردة فعل أولياء الأمور
في يعني توصيل يعني عيالهم للمدارس، شلون شفت الأجواء بشكل عام؟ طبعا احنا اليوم تواجدنا من الصباح الباكر في استقبال الطلبة، لاحظنا السعادة والفرح في وجوه أولياء أمور الطلبة بمناسبة العودة إلى المقعد الدراسي. كانوا سعيدين الطلبة بنزولهم من السيارات أو الحافلات المدرسية. يوم سعيد جدا، يوم مفرح للجميع بمناسبة هذه العودة السعيدة. نعم، أيضا هناك إيجابيات كثيرة دكتور على عودة المدارس حضوريا، فخلنا نتكلم شوي عن أهم هذه الإيجابيات اللي ممكن تنعكس بشكل إيجابي على الطلبة وأيضا على يمكن أولياء الأمور بأنهم يعني بيخف عليهم العبء أيضا. فعلا الحضور، التعلم الحضوري طبعا أول نقطة بيكون ضامن لعملية التعلم، يعني الطالب بيكون بيحصل على التعلم حقيقي. نعم. وفعال عن طريق التفاعل مع المعلم. في نفس الوقت التفاعل اللي كان مفقود في الأونلاين الآن بينوجد، وهذه يعني نقطة مهمة جدا في عملية التعلم. إذا وجد التفاعل بين المعلم مع الطالب عملية التعلم بتمشي بهذه الطريقة. في نفس الوقت بعد فاقد التعلم، التعلم الحضوري بيعوض الفاقد التعليمي، لأن في فاقد تعليمي من خلال 3 سنوات أو سنتين وفصل على ما أعتقد مدة طويلة، يعني الطلاب افتقدوا لكثير من المهارات الأساسية خاصة المرحلة الابتدائية، الحلقة الأولى بالذات هناك مهارات أساسية افتقدها الطالب. نعم، خصوصا اللي في أعمارهم في عمر التأسيس. فعلا 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 يعني واللي شوف هاي خاصة الحلقة الأولى الأطفال في الحلقة الأولى يحتاجون إن يكون هناك تفاعل بين الطفل مع المعلم. نعم، شنو الأشياء والاستعدادات؟ وفي نفس الوقت لا أنسى نقطة بعد. نعم. عملية التعلم الحضوري يعني بيزيد من التفاعل الاجتماعي. يعني في كثير من طوائد مهمة، نقطة مهمة جدا. نعم. يعني فعلا فعلا يشوفون أصحابهم، يصير أصحابهم زملاء تواصل. حتى في نفس الوقت في شغلات ثانية، يعني في بعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب اكتئاب يعالج عن طريق التفاعل الاجتماعي. 100% يعني أكيد هناك استعدادات أيضا أخرى للوزارة من ناحية الأكاديمية لوجستيا، فخلنا نتكلم عن هذه الاستعدادات في العودة للمدارس. في كثير من يعني الوزارة خاطبت جميع يعني قطاع التعليم، خاطب جميع الإدارات المدرسية أن تستعد لهذا اليوم. فهناك برامج متنوعة تعالج كثير من الجوانب اللي تم فقدها في عملية التعلم في فترة الكورونا. نعم، ايضا استاذ اكيد يوم الاربعاء والخميس هناك برامج مخصصه. نعم. في للعوده للمدارس وتهيئه الطلاب. نعم. اكاديميا. نعم. بطريقه معينه. خلينا نتكلم عن هذه الامور في اليوم الاربعاء بالذات والخميس، هذه اليومين بالذات اللي اخترتوهم. طبعا اللقاء التعريفي اللي صار من يوم الاحد الى يوم الثلاثاء كان هو بدايه انطلاقه للعمل المدرسي. حضور الطلبه واولياء امورهم لاستلام الملف التعريفي كان له دور كبير في تحقيق التواصل بيننا وبينهم. طبعا بدينا اليوم باستقبال الطلبة في المدرسة، بدينا بتعريفهم بمرافق المدرسة، بدينا بعمل تهيئة لهم واستعدادات المدرسة، وزعنا عليهم الخطط الدراسية، وزعنا عليهم الجدول المدرسي، تم تعريفهم بمرافق المدرسة جميعها بحيث أن الطالب ينتقل داخل المدرسة بأريحية تامة. أثناء الفسحة الدراسية عملنا لهم برامج تهيئة. إن شاء الله إحنا مقبلين على برامج تهيئة للإرشاد الأكاديمي. الطالب راح يتعرف فيها على كثير من الأمور في محطات الدراسية القادمة، سواء توحيد مسارات أو التخصص بعد ذلك، سواء أدبي علمي تجاري، احتساب المعدل التراكمي للطالب شلون راح يحسبه. كلنا نعرف طبعا الاول ثانوي هي مرحله تاسيسيه للطالب. لابد ان احنا يعني نوضح للطالب اهميه هذه المرحله
وعدد الساعات اللي راح يجتازها في الفصل الدراسي طبعا، بحيث انه يكون مقبل على حياه جامعيه جديده. نعم. طبعا هناك امور كثيره راح اوصلناها من خلال الحقيبه المدرسيه، ارسلنا لاولياء الامور طبعا لينكات ممكن يطلعون عليها على جميع فعاليات المدرسه. نعم. اليوميه، وكذلك للطالب ممكن يعني يشترك في اللجان المدرسيه الموجوده مثل لجنه الموهوبين، اللجان الرياضيه، لجنه الصحه المدرسيه، المجلس الطلابي اللي راح نعتمد عليه بصوره كبيره، الدعم اللي راح يقدمون لنا الطلبه، وتواصل المجلس الطلابي مع بقيه الطلبه داخل المدرسه. نعم. شلون تشوف حماس الطلبه بما ان انت تدير يعني المرحله الثانويه وهذه مرحله يعني حساسه؟ نعم. جدا، فشلون تشوف حماسهم؟ شلون تشوف الرجعه للنمط القديم اللي كانوا نعم. يمكن متعودين عليه الطلبه، والحين فش قد تحس بياخذ لهم وقت لان يتاقلمون، ولا حسيت ان الموضوع مش بشكل طبيعي؟ طبعا احنا وضعنا خطه اجرائيه مع نهايه العام الدراسي لاستقبال العام الدراسي الحالي. الطلبه طبعا عندهم حماس كبير للعوده الى صفوف الدراسيه الحمد لله. قمنا بزيارات تفقديه في اليوم الدراسي الاول، لاحظنا طبعا المعلمين استخدموا طبعا ادوات الرقميه داخل الحصص الدراسيه، تفاعل الطلبه داخل الحصص الدراسيه كان بصوره جدا ممتازه. حضور الطلبه في اول يوم دراسي فاق نسب كبيره ممتازه كانت، تفاعلهم مستعدين هم مستعدين متحمسين، كانوا جايين يسالون عن متى راح نستلم الكتب الدراسيه، متحمسين للمشاركه في الحياه المدرسيه. كل ذلك ينعكس على تطورهم الشخصي داخل المدرسه، مشاركتهم في الحياه المدرسيه بعد ما كانوا بعيدين عن المدرسه طول هذه الفتره، رغم ان الوزاره وفرتهم كل الامكانيات الاونلاين ونجحت فيها الوزاره بفضل الله. توجيهات المسؤولين في الوزاره ان نحن نستمر في العمل على تطورهم الشخصي، تيسير التقدم الاكاديمي للطلبه، العمل على محاور متطلبات التعليم والتعلم، متطلبات العمل المدرسي المستمر داخل المدرسة، العمل كذلك على تطوير أداء المعلمين. طبعا فترة الجائحة جعلت من المعلمين يطلعون على أمور كثيرة تكنولوجية وتواصل مستمر مع الطلبة من خلال طبعا البوابة التعليمية، من خلال منصات التيمز. أعتقد أن احنا نجحنا بصورة كبيرة، والطلبة ما شاء الله الآن قادرين على التعامل مع هذه الأدوات الرقمية. نعم. ايضا دكتور، المدارس الجديده اللي تم اعاده بنائها يعني راح تبتدي تزامنا مع عوده المدارس الحاليه، وشلون بيكون الترتيب لها والتنظيم؟ طبعا السنه في العام الحالي تم افتتاح مدرسه الازدهار، وتعتبر فعلا يعني من المدارس النموذجيه، واتمنى اخ حمد يعني يجي زياره ان شاء الله تشوف المرافق، فعلا يعني تحتوي على مرافق مختلفة، صالات رياضية، فصول دراسية، يعني كل ما يتعلق بالعملية التعليمية موجود في مدرسة الازدهار، من المدارس اللي يعني احنا كبحرينيين نفتخر ان عندنا مدرسة مثل مدرسة الازدهار. نعم. يتكلمنا عن الطلبة اكيد يعني انتم اخذتوا كل الإجراءات لتهيئتهم للدراسة، وأيضا هناك المعلمين نفس الشيء يعني كانوا بعد أيضا يدرسون عن طريق الأونلاين، وحين صار بشكل مباشر مع الطلبة، فخلنا نتكلم بعد عن هذا الموضوع، تهيئة المعلم أيضا بطريقة معينة، رجعته للصفوف، فهذه بعد يعطي مؤشر أن يعني لازم أن يأخذ باله بعد من هذه الأمور. شلون تم تهيئة المعلمين؟ طبعا تهيئة المعلمين بدأ مع بداية العام الدراسي من خلال طبعا عقد اجتماع مع فريق التحسين الداخلي داخل المدرسة، وضعنا لهم الخطة اللي راح يعمل عليها المدرس داخل الحصة الدراسية من خلال طبعا النصاب التدريسي اللي ياخذ الجدول الدراسي. تم عقد ورش تدريبية خلال عودتهم، وطبعا لا ننسى العمل اللي قمنا به في العام الدراسي الماضي في طبعا تدريب المعلمين على الأدوات الرقمية، تدريبهم على طرق التدريس الحديثة. كذلك احنا مع بداية كل عام دراسي نطلب من المعلمين احتياجاتهم التدريبية من خلال طبعا سواء من زيارات الصف من خلال زيارات الصف العام الماضي، طبعا عندنا بطاقة الجودة
هذه البطاقة طبعا فيها كثير من الأمور وكثير فيها من المؤشرات، فيها تقريبا 140 مؤشر يتم فيها متابعة العمل المدرسي من قبل طبعا الوزارة، والمدرسين طبعا ما شاء الله قادرين على التحسين، قادرين على العطاء، رجعوا بروح حماسية. طبعا احنا القيادة العليا داخل المدرسة والقيادة الوسطى طبعا قمنا بزيارات تفقدية للحصص الدراسية اليوم، وجدنا طبعا المعلمين ما شاء الله متفاعلين مع الطلبة، بدأت علاقاتهم ما شاء الله الاجتماعية داخل الصفوف مع الطلبة، بدأوا يعني يشرحون لهم الكفايات الأساسية اللي كانت اللي فقدوها الطلبة أثناء الجائحة، والمعلمين ما شاء الله على قدر المسؤولية الكبيرة تعاونوا معنا اليوم أثناء الحصص الدراسية، تعاونوا معنا في الفسح الدراسية، تعاونوا معنا أثناء طبعا تأدية الطلبة للصلاة. الطلبة أعتقد والمعلمين يعني كانت عندهم روح الحماس، وبداية جدا راح تكون موفقة مع بداية العام الدراسي، وإن شاء الله يعني نكون من تقدم إلى تقدم أفضل. نعم. إن شاء الله. أخ حمد، فعلا الـ 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 الكادر التعليمي هو نجاح، يعني الأيام التعريفية نجاحها اعتمد على الكادر التعليمي، طبعا في قيادة عليا ولكن الكادر التعليمي كان أساس نجاح الأيام التعريفية. عندنا كوادر بحرينية يعني تفتخر فيها فعلا، يعني قادرة على قيادة العملية التعليمية. طبعا يعني أستاذ حمد وضيف عليك، لاحظنا اليوم تواجد المعلمين أثناء الفصح الأولى والثانية، بما أن نحن طبعا في المرحلة الثانوية، حرصهم على استقبال الطلبة من الصباح الباكر وتعاونهم وتواجدهم أثناء الفصح الدراسية سواء كانت الأولى أو الثانية، تواجدهم في لجنة الاستقبال الصباحية، تواجدهم معنا وأثناء انصراف الطلبة وتيسير مغادرة الطلبة إلى المدرسة سواء الذهاب مع أولياء أمورهم أو الحافلات. نعم. وأعتقد أن نجاح يعني التعلم الحضوري بيعتمد على الكادر التعليمي. نعم. حتى ما وفرنا الجو والمناخ الإنساني، ونسجنا أنا كمدير مدرسة مثلا، لما أنسج علاقات وطيدة مع الكادر التعليمي اللي موجود في المؤسسة المدرسية، المعلم بيعطي بيقدم. ذكر شغلة أستاذ ياسر وهو طرق التدريس الحديث أو الجديد، ووايد نسمعها مؤخرا في هذه السياق، فإيش قد هذه الطريقة الجديدة أو شنو نقصد بطرق التدريس الجديد واللي أثر بشكل إيجابي على الكادر التعليمي اللي أنت ذكرته؟ هو أخ حمد، يعني من الأشياء اللي تذكر في الجائحة أن أدخلت ثقافة التعليم الرقمي. نعم. عند الأسر البحرينية وعند الكادر التعليمي. سابقا يعني في بعض المعلمين لما تعرض عليه استخدام التقنية أو الحاسوب أو التعلم الرقمي، في بعض المعلمين يرفض. الآن في أثناء الجائحة كان مجبور أنه يستخدم يعني التعليم الرقمي، وفي نفس الوقت بعد الأسر البحرينية الثقافة هذه أدخلت داخل كل بيت بحريني وكل مؤسسة مدرسية عندنا في البحرين. وهذا يعني في حد ذاته ممتاز. وإحنا شوف هاي احنا كوزارة التربية والتعليم وكمدارس لن نغفل هذا الجانب في التعلم الحضوري. يعني بنحاول ان في بعض البرامج الإثرائية، بعض البرامج احيانا بعض انا كمعلم يمكن ما اقدر اغطي الموقف التعليمي، ممكن اغطيه عن طريق التعلم عن بعد، بعض التدريبات ممكن أعطيها، بعض الجوانب الإثرائية أنا في بعض الطلبة يحتاجون إلى أنشطة إثرائية عن طريق التعلم الإلكتروني. كذلك ممكن أن أضيف على كلام الدكتور، عندنا مهارات القرن 21 فعلا، اللي منها التعلم الذاتي. طبعا إحنا التعلم الذاتي أثناء الجائحة أصبح الطالب يعد بحوث، يعد تقارير بنفسه، يشتغل ذاتيا، يبحث يدور عن المعلومة بنفسه. كذلك أتاح التعليم عن بعد أن ولي الأمر نفسه صار قريب من المعلم أثناء الحصة، يقعد مع ولده
يسمع المعلم يشرح، يشوف بعينه ويسمع شنو قاعد. قبل ما كان ما يتحل الفرصه انه يحضر داخل الصف، مستوى ولده مستوى نعم. فعلا قبل ما كان يتحل الفرصه انه يدخل داخل القاعه الدراسيه او الصف الدراسي، لا الان عرف اسم المعلم، عرف طريقه المعلم في الشرح، شلون المعلم يحط الواجبات. كذلك اضافه الى البوابه التعليميه احنا راح مستمرين فيها، بالعكس كانت دورها كبير في اثناء الجائحه. اعتقد ان البوابه الان راح تتيح للطالب تعلم، فرصه تعلم اكبر. نعم نعم. كذلك من مهارات المهارات القرن 21 التعلم الناقد. صار الطالب عندنا ينقد نقد صحي، نقد ايجابي، كل هذه فرص اتاحت له التعلم. اخ حمد احنا يعني مو لانه بحريني، لا افتخر اني بحريني، ان احنا يعني كنا متميزين في عمليه التعلم عن بعد. يعني في كثير من الدول أغلقت المدارس. نعم. المؤسسات التعليمية، إحنا استمر التعليم، استمر التعليم نتيجة جهود يعني جبارة من وزارة التربية والتعليم وتعاون أولياء الأمور، ونعتبر أولياء الأمور فعلا في الجائحة كانوا هم مصدر القوة. نعم. لنا كوزارة التربية والتعليم. يعني شفنا مصدر الفائدة في رجعة المدارس، ولكن إحنا جايين من فائدة بعد من الدراسة عن بعد. يعني نعم. يعني شبابنا وطلباتنا صاروا يمكن حتى متميزين إلكترونيا، صاروا بهذه الطريقة. يعني تعلموا وايد أمور كانوا يمكن من قبل مو مركزين عليها بهذه الشكل. يعني بشكل كبير، وأنا لاحظت يعني حتى نعم. في ولدي إيش قد صار يعني إلكترونيا بروحه يفتح، وصار ممكن في شغلات صحيح إحنا نستعين فيهم. يعني هم صاروا الحين ما شاء الله عليهم يعرفون البرمجة، خبراء ما شاء الله عليهم خبراء. كذلك قاموا طلبتنا ما شاء الله حتى أثناء الجائحة شاركوا في مسابقات، حققوا مراكز على مستوى المملكة، على مستوى خارج المملكة. فكل هذه يعني وفي فترة الجائحة هذه دليل شنو؟ أن هناك تعلم حقيقي واقعي داخل المدارس. نعم نعم. دكتور ذكرت من شوي أولياء الأمور شقد هما كان لهم دور أيام التعلم عن بعد، وحين بعد بيكون لهم دور آخر فعلاً في الآن حول المدارس. الآن الدور الأكبر بيكون على أولياء الأمور أصلاً في كيفية إعادة الطلبة، تشجيعهم، متابعتهم، التعاون مع المدرسة في تعويض الفاقد التعليمي. أنا أركز على الفاقد التعليمي لأنه فعلاً يحتاج إلى متابعة من قبل أولياء الأمور ومن قبل المعلم. نعم. وطبعا احنا كوزارة التربية والتعليم واضعين خطط في كانت مخاطبة من قطاع التعليم للإدارات المدرسية بوضع خطط وحقائب تعالج هذا الجانب اللي هو الفقد التعليمي. نعم. وفي إبداع صراحة فيها هذا الجانب. طبعا مركز الإشراف التربوي العام الماضي دكتور عقد ورشة بما يخص الفقد التعليمي. نعم. نعم. بالتأكيد تكتمل الصورة أكيد التعليمية وأجواء أول يوم من العودة الحضورية بوجود أبنائنا الطلبة وأيضا الكادر التعليمي اللي تقع على عاتقه مهمة إنسانية كبيرة. بننتقل معاكم لهذا التقرير ونرجع نكمل. طبعا استعدادات المدرسه المعلمات قبل بدايه يعني ايام الدراسه استعدوا بتجهيز الكتب، وطبعا البالونات، وكل معلمه لها اسلوبها وطريقتها في استقبالها لطلبتها، واحنا فرحانين بعودتهم الحمد لله. والله يدوم علينا ان شاء الله دوم نعمه الصحه والامن والامان يا رب. وشفنا الفرحة مرسومة على وجوه الطلبة بعودتهم للمدرسة واشتياقهم حق التواجد في الصفوف الدراسية. كل عام وطلاب وطالبات مملكة البحرين بخير، أهلا وسهلا بعودتكم، اشتقنا لكم ونحمد الله على عودة المدارس لاستقبال طلابنا وطالباتنا. هنا كمعلمات مستعدين وقابلين لهذا التحدي لتعويضهم كل اللي فقدوه خلال الأزمة. إن شاء الله راح نرجع ونكون أفضل من أول، ونساهم في صقل هاي المواهب وتنمية الجيل وبناء البحرين بإذن الله. الطلبة كانوا جداً سعيدين، خصوصاً بعد انقطاع دام الفترة ليست ببسيطة، ويعني مشاعرنا تجاه هالشيء كان جداً جميل، ويعني الفرحة لمسناها في عيون الطلاب، في عيون أولياء أمورهم، إنهم رجعوا لمقاعد الدراسة الحمد لله. اسمي خليفة، وفي أول يوم في المدرسة رحت المدرسة استأنست وايد في أول يوم لأنه
قابلت أصدقائي ومعلماتي كان وايد يعجبني. أول يوم في المدرسة مدرسة عقبة بالنافع. أنا اسمي ريم وليد العوضي وأنا وايد مستانسة إني رديت المدرسة وحين رجعت حق أصدقائي ويمكن بعد أسوي زيادة وإن شاء الله هي تكون سنة خير. اسمي خالة جهاد من صف سادس واحد. وايد إني مستانسة إن يعني رجعت المدرسة وإني أتعلم وأشوف أصدقائي يعني وايد بناسة. وحشتنا هذه الأجواء يعني أمس واليوم. المعدين يعني مبدعين في اختيار الأطفال وقالت في النهاية وايد وناسة، فيعني اختصرت كل اللي كنا بنقوله يمكن أو في الحلقة كلها وناسة العودة للمدارس وناسة. فخلنا نتكلم أستاذ على موضوع أولياء الأمور، وش قد أن يعني أكثر استفسارات يمكن اللي طرأت في هذه اليوم، شنو أكثر شيء استفسروا من أولياء الأمور يبون يعرفونه منكم؟ طبعا مثل ما قلت لك أنا في البداية أن اللقاء التعريفي اللي كان في بداية العام الدراسي واستمر 3 أيام اختزل لنا أشياء كثيرة واختصر لنا الوقت. أولياء الأمور كانوا يحضرون المدرسة وكنا نعرض لهم كل ما يتعلق بالحياة المدرسية واليوم المدرسي. طبعا استفسارات أولياء الأمور كثيرة فيما يتعلق بالخطة الدراسية اللي تتعلق بالطالب أثناء المرحلة الدراسية لمدة 3 سنوات، بما يتعلق بالمواصلات، بما يتعلق بالأنشطة اللي تقدمها المدرسة، بما يتعلق بلجان الموهوبين، بما يتعلق بما تقدمه المدرسة لفئات الطلبة سواء المتفوقين، سواء الطلبة ذوي التحصيل المتوسط، الطلبة ذوي التحصيل المتدني، الدعم اللي تقدمه الإرشاد الاجتماعي داخل المدرسة، اللقاءات اللي صارت بين الإرشاد الاجتماعي أثناء اللقاء التعريفي اللي صراحة كان جدا متميز، حل كثير وسهل كثير من التواصل بين إدارة المدرسة وبين أولياء الأمور. كذلك فيما يتعلق بمكتب الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني أثناء المقابلة في اليوم التعريفي سهل كذلك كثير من الأمور والاستفسارات اللي كانت موجودة عند أولياء الأمور. كانوا طبعا أولياء الأمور متخوفين بما يتعلق بقضية الصفوف الدراسية تواجد أبنائهم. الحمد لله رب العالمين كل شيء متوفر، الحمد لله رب العالمين عادت الحياة إلى طبيعتها، جميع الطلبة متواجدين داخل الصفوف في متابعة مستمرة من إدارة المدرسة بتفقد جميع مرافق المدرسة، والحمد لله رب العالمين التواصل بيننا وبين أولياء الأمور متواجد ومستمر سواء من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي اللي متوفرة من إدارة المدرسة أو من خلال المسجات اللي توصل حق أولياء الأمور. طبعا عندنا قنوات عديدة ومتعددة داخل المدرسة لاستفسارات جميع أولياء الأمور والرد عليها، سواء الرد بالاتصال عن طريق الهاتف أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. احنا حاطين لهم روابط ممكن يستفسرون فيها، أرقام هواتف موجودة داخل المدرسة ممكن يستفسرون فيها عن أي استفسار يخص أبنائهم بما يتعلق بتواجدهم. وأعتقد أن البطاقة التعريفية كانت جداً سهلت علينا أمور كثيرة، وضعت فيها وضع فيها جميع الأسئلة اللي يحتاجها ولي الأمر والإجابة عليها. طبعاً المسؤولين في الوزارة قاموا بدور كبير جزاهم الله خير، حرصهم على هذه البطاقة التعريفية وتوصيلها لكل طالب ولي أمر من خلال تواجدنا في المدرسة من الساعة 8 صباحاً لاستقبال أولياء الأمور إلى 8 مساءً والإجابة على جميع استفسارات أولياء الأمور. نعم. الحمد لله. يا الأيام الأخ حمد، الأيام التعريفية يعني إحنا كنا نبحث عن قنوات تواصل مع ولي الأمر، يعني المفترض أن إحنا أنا كمؤسسة مدرسية مو فقط أتواصل مع ولي الأمر لما تكون مشكلة مع الطالب، لا، الأيام التعريفية خلقت نوع من التواصل بينكم وبين ولي الأمر ومع
أولياء الأمور مع المؤسسة المدرسية أو مع المدرسة. يعني شقد الفرحة كان، يعني كان أنا أعتقد أن ما توقعنا النجاح الباهر في الأيام التعريفية. كان شغف، شغف يعني أقل كلمة أقولها بشغف. كانوا حابين المدرسة، أولياء الأمور، الطلاب، الكادر التعليمي. الكادر التعليمي كان يشتغل فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، من 8 إلى 8 خلية نحل. أنا يعني من خلال جولاتي على المدارس دخلت مدرسة وكنت بتعمد أروح في هالوقت هذا الساعة 7:30، دخلت انبهرت. مدرسة ابتدائية إعدادية بنين، دخلت المعلمين مع أولياء الأمور، وكان الوقت الساعة 7:30، يعني 7:30 مساء. فالحمد لله يعني هي فرصة أن نأكد على العلاقة بين المجتمع المحلي أو أولياء الأمور مع المؤسسة المدرسية. نعم فعلا أجواء المدرسة ما تنسى أصلا، يعني هي ذكرى بتكون خالدة في ذكرى. نعم. ذكرى الطلبة راح يتذكرون كل اللحظات السعيدة فعلا اللي كانت فيها. فبرجع وياك دكتور لنقطة كانت في البداية أنت قلتها، موضوع الطلبة اللي كانوا يدرسون عن بعد في مرحلة التأسيس، فيمكن صار عندهم شوية ضعف في بعض المناطق. شلون راح يتم التركيز عليهم هذين الطلبة في مرحلة التأسيس في عودة المدارس الحين؟ وهل راح يتم التركيز عليهم في هذه أكيد في هذه أكيد بالتأكيد في هذه الجانب؟ طبعا جميع المدارس سواء مرحلة ابتدائية أو المرحلة الإعدادية أو الثانوية بيكون تطبق اختبارات تشخيصية. اختبارات التشخيصية الهدف منه ليست درجة، ليس الحصول على درجة. يعني في الاختبار العادي ممكن أنا تهمني الدرجة، في الاختبارات التشخيصية لا، معرفة نوع الأخطاء أو نوع القصور عند الطالب. فبناء على نتائج هاي الاختبارات التشخيصية بنبتدي وبتبتدي المدارس في وضع برامج تعويضية، برامج علاجية نقدر نقول في المهارات الأساسية. وأنا يعني متأكد أن الفاقد التعليمي يعني ممكن متركز في وين؟ في المهارات الأساسية، في الكفايات الأساسية. يعني الحين على سبيل المثال الآن الطالب اللي في صف الثالث ما يعني لا الصف الأول ولا الصف الثاني، أنا أتكلم عن الحلقة الأولى، هني المهارات الأساسية لعملية القراءة والكتابة مسك القلم ما حصلها. ولذلك في نهاية الحلقة معلم الصف الثالث عنده الآن أكيد بالتأكيد أنه بيطبق اختبارات تشخيصية بتكشف عن الجوانب اللي عند الطالب سواء كانت أكاديمية أو نمائية، لأن عندنا إحنا في بعض الصعوبات قد تكون عند الطالب أو الصعوبات أكاديمية أو نمائية. النمائية طبعاً هي اللي تركز في الانتباه، الذاكرة، التركيز، وفي الأكاديمية اللي تتعلق بالرياضيات واللغة العربية والمواد الأخرى. عندك تعليق؟ نعم. طبعاً مثل ما تفضل، طبعاً الاختبارات التشخيصية تأتيني من وزارة التربية والتعليم معدة من إدارة المناهج ونطبقها على الطلبة ونأخذ نتائجها ونضع خطة فيها بناء خطة طبعاً فيها أهداف وفيها إجراءات. هذه الخطة نشتغل عليها طوال العام الدراسي نتتبع فيها الطالب. طبعاً إحنا في المرحلة الثانوية عندنا اللي هي حصص البدع وعندنا حصص التقوية. حصص التقوية ممكن احنا نستفيد منها بحيث ان نقدم للطالب الدعم في المهارات الاساسيه او فيما يخص الفاقد التعليمي طوال العام الدراسي. طول العام الدراسي، الفصل الدراسي الاول، الفصل الدراسي الثاني، احنا نتتبع حاله الطالب، مدى تقدم في مستواه، مدى القيمه المضافه اللي حققها الطالب من خلال هذه الحصص اللي موجوده في المدرسه سواء حصص البدع او حصص التقويه. طبعا في اجراءات في كل قسم موجوده. في كذلك اختبارات تشخيصية داخلية يعدها المعلم للطالب غير طبعا اللي تينا من وزارة التربية والتعليم. هذه طبعا تكشف أمور كثيرة للمعلم، الاختبار التشخيصي مال الوزارة والاختبار التشخيصي اللي قدمه للطالب، من خلاله يضع على قولته المعلم على يد الطالب ويمد يد العون بحيث أنه يرتقي بمستوى إلى الأفضل، خاصة الطلبة ذوي التحصيل المتدني اللي يحتاجون دعم مستمر طوال العام الدراسي من خلال طبعا الدعم والمساندة اللي يقدمها الطالب ويحقق فيها تيسير التقدم الأكاديمي للطالب.
نعم. هذه النقطة أستاذ حمد، يعني أتمنى من أولياء الأمور في يعني مشاركة المدرسة في علاج الفقر التعليمي، وأنا متأكد أن أولياء الأمور بيتعاونون يعني في هالجانب، لأن الفاقد مو بسيط، الفاقد في هالمرحلة مو بسيط، يحتاج إلى شوية تعاون بين أولياء الأمور مع المدرسة من خلال يعني إعطاء بعض التدريبات، إعطاء بعض الأنشطة اللي تساعد في عملية التعلم ما فاته، يعني في اللي فاته من فاقد تعليمي في هالفترة هذه بيأثر فعلا. يعني إذا الطالب ما يمتلك المهارات الأساسية في أقول مثلا في المرحلة الابتدائية صحيح. وانتقل إلى المرحلة الإعدادية يعني بيطوفه بيضيع هني بيضيع بيضيع. يعني على سبيل المثال القراءة، يعني القراءة لما الطالب عنده مشكلة في القراءة لما ينتقل إلى المرحلة الإعدادية لما يقرأ نص في اللغة العربية حتى، لأن عندنا احنا ثلاث مستويات في الفهم القرائي، مستوى البسيط المتوسط العميق، احنا نبي المتوسط على الأقل. يعني هو لأن إذا هو عنده مشكلة في عملية القراءة ما بيقدر يستطيع على يستطيع يجاوب على الأسئلة على طبعا أعتقد أن الإدارات المدرسية بفضل توجيهات طبعا المسؤولين في الوزارة يعني وضع خطة يعني إجرائية للعمل على جبر الفقر التعليمي في المدارس. احنا بدينا من اليوم، من أول يوم المعلم من بدايات الحصة الدراسية أول خمس دقائق يشتغل على المهارات الأساسية في مادة التخصص ماله، خاصة المواد الأساسية الأربع. ومثل ما قلت لك أنا قمنا بزيارات استطلاعية اليوم على المدرسين أثناء الحصة الدراسية، فعلا شفنا المعلمين بدأوا بتطبيق العمل على هذه المهارات والاستمرار فيها طوال العام الدراسي لكي نجبر هذا الفقر التعليمي اللي سببته جائحة كورونا. نعم استاذ ياسر، بما ان انت قريب وايد من الطلبه، شلون شفت التعاون بينهم في هذه اليوم؟ يعني تاقلمهم مع بعض، يمكن مساعدتهم للاخر، شلون كان التعاون بينهم؟ طبعا احنا في المدارس بفضل الله سبحانه وتعالى اتحنا للطلبه المشاركه في الحياه المدرسيه. الطلبه اليوم ما شاء الله عليهم يعني عادوا مبتسمين متفائلين بالعام الدراسي، تعاونهم مع بعضهم بعض في الطابور الصباحي اليوم، مشاركتهم في فعاليات الطابور الصباحي، حرصهم على تواجدهم المبكر، تقديم الدعم والمساندة بعضهم بعض شفناه بعيننا اليوم داخل المدرسة أثناء تواجدهم في المقصف المدرسي، استصفافهم في الطابور في المقصف، تعاونهم مع بعضهم بعض، الأريحية اللي شفناها كذلك. لاحظنا أن الطلبة جايين بحماس كبير، حابين العودة إلى مقاعد المدرسة، متعاونين جدا معنا أثناء فعاليات المدرسية طوال اليوم طبعا شفناه. نعم، بما أن أستاذ ياسر قال المقصف، خلينا نتكلم عن مرافق المدرسة، هل انفتحت جميع مرافق المدرسة؟ أتكلم عن المرافق، الساحات، يمكن الملاعب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أنا كنت في جولات ميدانية للمدارس وفي توجيه طبعا من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بفتح جميع المرافق، المقاصف، الصالات الرياضية، الملاعب. الطالب في اشتياق إلى أن يكون، وفعلا يعني في حد ذاته وجود الطالب في المدرسة في حد ذاته إنجاز. نعم شفنا الأجواء في الأجواء في إيه إنجاز شوية. عيد يعني عيد عرس، أعتبره عرس مدرسي أعتبره يعني. فكل الفعاليات بتكون الطابور الصباحي أستاذ. نعم. يعني المدارس اليوم يعني كنت أتمنى أن أنا أزور كل المدارس. نعم. في البحرين كانت فعلا يعني تصلنا صور، مقاطع فيديو، الكل فرحان سواء كادر تعليمي او كادر اداري. هسه عرس مو عوده مدارس يعني. اي مو عوده مدارس لان بعد غياب مده طويله كان يعني حتى كان المدرسين ايام الجائحه عاده الطلبه في عوده المدارس مستقلينها ومن أيوة المدارس. أيوة أيوة خلاص يعني عيد بالنسبه لهم.
يعني بعد هاي القطعة عرفوا يعني قيمتها أيضا. إيه أستاذ حمد في أثناء الزيارات الميدانية في أيام الجائحة كان لما ألتقي مع مجموعة من المعلمين أو المعلمات كانوا في يعني في شوق للطلاب، وجود مبنى بدون طلبة يعني تحسه مبنى خالي. مبنى يعني خالي. طبعا أؤكد أن شوق الطلبة للعودة للمدارس تبين من خلال ارتفاع نسب الحضور اليوم في المدارس، يعني نسب اليوم عالية جدا مرتفعة. حرص كذلك أولياء الأمور من أول يوم، وأنا أريد أؤكد أن اللقاء التعريفي هذه صراحة يعني كان يوم مميز فعلا. أولياء الأمور كانوا حابين أن يشاركون في المجلس، مجلس الآباء يسألون عنه متى نقدر نحن نرشح نفسنا، متى نقدر نشارك. الطلبة كذلك من أول يوم داوموا أستاذ متى بتفتحون لنا مجلس الطلاب، هنا بنرشح، متى بيسوون انتخابات داخل المدرسة. فتحس الطلبة يعني حابين يشاركون في الأنشطة الرياضية، مشتاقين يصيرون على مسابقة سمو الشيخ ناصر لما يشارك فيها. نعم. حققنا فيها احنا مركز الرياضية طبعا هي حرصهم حبهم السنة بعد السنة. نعم. ستعود بقوة إن شاء الله. وأكثر من مسابقة. نعم. وأكثر طبعا إن شاء الله في نسخة الثانية. مسابقة سمو الشيخ ناصر طبعا الحضور الجماهيري. نعم. في المباراة النهائية كان مباشر كان طبعا مباراة التعاون على ما أعتقد في مدرسة التعاون مع مدرسة الفاتح. كان حضور. نعم. أنا ما توقعت. نعم. الحضور حضور كان في الجائحة يعني. نعم. فالسنة أتوقع. نعم. في مسابقة الشيخ ناصر بتكون مميزة طبعا مميزة. وحب الطلبة وخاصة طبعا يعني الأندية موجودة وهي تستقطب الطلبة. صح. وتعمل على يعني تطويرهم رياضيا، والحمد لله رب العالمين احنا حققنا فيه مراكز طيبة. نعم. بفضل الله. نعم. رغم كل هذه يعني الأمور اللي يعني الإجراءات اللي سويتها لتسهيل عودة الطلبة للمدارس، أكيد هناك واجهتكم يمكن صعوبات في البداية. شنو أبرز الصعوبات أستاذ ابتدي معاك يمكن لواجهتكم في البداية في عودة المدارس، ولكن يمكن عملتوا خطط مثلا سويتوها عشان تتخطون هذه الصعاب؟ يعني أكون معك بصراحة. يعني الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات طبعا مسؤولين وزارة منذ الاجتماع الأول اللي عقد مع سعادة المدير العام لشؤون المدارس، وجهنا في هذا الاجتماع في كثير من أمور ومحطات العمل المدرسي. أعتقد أن هذا الاجتماع اللي عقد في شهر 8 كان انطلاقة ممتازة لجميع مدراء المدارس للعمل وتقديم الأفضل والأحسن، وحرص المسؤولين على سير العمل المدرسي بصورة رائعة ممتازة ومنتظمة ومنظم. بفضل الله سبحانه وتعالى صار اليوم الدراسي على أحسن وجه، حضور ممتاز، طلبة مقبلين على الدراسة بحماس وبشوق، المعلمين قدموا كل اللي عندهم طوال اليوم، متعاونين. ما أعتقد أن هناك يعني صعوبات واجهتنا في هذا اليوم لسبب يعني تعاون أولياء الأمور معانا في حث أبنائهم على الحضور المدرسي. الحمد لله رب العالمين فتحنا جميع مرافق المدرسة للطلبة. الكل اليوم كان فرحان وسعيد بهذه العودة في جميع مدارس البحرين بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات طبعا مسؤولين الوزارة. طبعا أستاذ حمد بعد في نقطة، طبعا هناك كان في توجيه للمدارس الحمد لله، يعني اليوم الأول كان ناجح يعني أعتقد ونجاح يعني مبهر مبهر، وفي كان توجيه من سعادة الدكتور محمد مبارك بأن للمدراء. نعم. بوضع خطط بديلة، والحمد لله يعني أنت كمدير قائد خلاص. نعم. وفعلا الحمد لله اليوم هذا عدى، الكل فرحان، عادت الحياة الطبيعية، احتمال في أشياء بسيطة، ولكن المدراء عندنا مدراء صراحة ترفع عليهم القبعة على ما يقول يعني متميزين تعتمد عليهم في قيادة المدارس. فالحمد لله عدى اليوم، هو على ما قال الأستاذ بفضل التعاون أولياء الأمور. نعم. بالدرجة الأولى يعني. أنا دائما أقول أخ حمد مثلث، ولي أمر طالب مدرسة إدارة مدرسية، تعاون هذا المثلث يعني ينجح العمل المدرسي بشكل يومي داخل المدرسة.
يعني شيء جدا جميل. يمكن قبل أن أختم في نقطة بغيت أتكلم فيها وهي خريجي كلية البحرين للمعلمين، وأمس كان معنا أحد الخريجين من المدرسين على عبر الهاتف وتكلم أيضا عن طريقة التدريس الحديثة الاستراتيجيات. إيش قد هذه مهم وإيش قد بيعطي دافع يعطي قيمة للتدريس الجديد. خلينا نتكلم عن هذه الكلية والخريجين الجدد. الحمد لله كلية المعلمين خريجين كلية المعلمين يعني نفتخر بهم، يمتلكون مهارات استخدام الاستراتيجيات الحديثة، وهذا انعكس على جودة التعليم. الكثير منهم لما تدخل داخل الصفوف وتشوف شعلة نشاط ما يعتمد على الطريقة التقليدية اللي هي الإلقاء، لا الآن تلاحظ موزع الطلبة على مجموعات ويستخدم الطرق الحديثة في عملية التعلم. فالحمد لله يمكن الأستاذ نعم. طبعا خريجي كلية المعلمين ما شاء الله يعني متميزين رائعين في التدريس، تم تدريبهم ميدانيا وأكاديميا على طرق التدريس الحديثة، وما شاء الله أثبتوا قدراتهم في الميدان، فأتمنى لهم كل التوفيق. نعم. يمكن كلمة أخيرة لأولياء الأمور اليوم، طبعا يوم فرح، يوم عودة المدارس، يوم فرح للطلبة أيضا، يعني أتوقع متعطشين الطلبة للحضور. نعم. هذه الأسبوعين الحين حضور مميز، يعني بيكون مميز، بيكون تعارف بين الطلبة. نعم. صار لهم سنين ما شافوا يمكن بعض. الحمد لله رب العالمين، بدت علاقات الاجتماعية صحيح يعني داخل المدرسة، التدريس في صوب صح. نعم. صحيح، ولكن نعم. هذه الأمور جدا مهمة أيضا. نعم. لنفسية الطالب. هناك توجه عند وزارة التربية والتعليم بجعل المدرسة ليس فقط يعني يعني ممكن الطالب يشتاق إلى إلى صح إلى الذهاب يعني ترفيه أنشطة تعليمية أمور كثيرة تطوير. يعني الوزارة ما شاء الله شغالة على تطوير الطالب شخصيا، يعني تطور شخصي عند الطالب شخصي. بصورة مستمرة مشاركته في جميع يعني مو بس داخل المدرسة حتى خارج المدرسة، رياضيا أكاديميا مسابقات خارج المملكة، يعني ما شاء الله مو مقصرين المسؤولين. نعم. في تطوير في الجانب يعني الألعاب الرياضية، في ألعاب رياضية جديدة بتدخل داخل المؤسسة. ألعاب قوة ما شاء الله. نعم. ألعاب قوة، تدريب معلمين الرياضة ما شاء الله. ففي كثير من الأنشطة هذه، كل هذه الأنشطة راح تضيف طبعا، تضيف إضافة وتخل وتجعل من الطالب في اشتياق للمدرسة. نعم. ما يمل. نعم. يعني أنت من الصعب أنك تخلي طالب طول اليوم الدراسي على كرسي من الساعة 7 إلى الساعة 2 مثلا. نعم. ففيه تنويع في الأنشطة. السنة الماضية كانت عندنا رحلات بعد إلى السينما. نعم. في نعم. يعني على الرغم أنه موجود الجائحة السنة الماضية. طبعا مثل ما قلت لك أنا حمد، إحنا في استمارة حطينا لها رابط، الطالب يدخل على هذا الكود بيشوف مجموعة من اللجان المدرسية، يشوف نفسه هو وين ممكن يعطي وين ممكن يبدع. نعم. فيختار اللجنة اللي تناسبه، في مختصين داخل المدرسة يقدمون له كل الأشياء اللي أو الدعم اللي هو ممكن يبدع فيه داخل المدرسة. نعم. شيء حلو أن المدرسة تكون تعليمية وأيضا يكون وقت مثل ما أقول ترفيهي ممتع، ما يتملل الطالب تعليمي. وتعليمي. نعم. طبعا نفس أكيد الوقت. فشكرا لكم. نعم. أكيد الدكتور علي زهير مدير إدارة العمليات التعليمية بالمنطقة الأولى، والأستاذ ياسر إبراهيم علي مدير مدرسة الهداية الخليفية، كل الشكر لكم اليوم وكل التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. والجهود كلمة الكبيرة. كلمة لأولياء الأمور يعني. تفضل. أولياء الأمور هم يعني أتقدم لهم بجزيل الشكر. نجاح اليوم الأول تعاون أولياء الأمور. فأتمنى لهم الخير والتوفيق إن شاء الله. أبواب المدرسة مفتوحة لكم في أي وقت، حياكم الله. مستعدين للإجابة على أي استفساراتكم، وتعاوننا مفتوح معكم طوال العام الدراسي. نتمنى لأبنائكم الطلبة وأبنائنا الطلبة كل التوفيق والنجاح، وعام حافل بالعطاء والإنجاز إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. شكرا لكم مشاهدينا، وصلنا لختام حلقة اليوم، أمنياتنا الخالصة لأبنائنا الطلبة بالتوفيق والنجاح يا رب. وأكيد وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من ليالي الصيف، ومع السلامة ونشوفكم في حلقات جاية.